ترند جديد انك تخلي الصور زي اللي قدامك دي كده مع مشاهير وشخصيات مهمه وحتى كمان لاعبين كره قدم. دلوقتي الذكاء الاصطناعي من منصه صوره، منصه اللي هي تابعه لشركه شات جي بي تي، فتحت الحمد لله اخيرا وتقدر تعمل صور وفيديوهات، حتى كمان ممكن تحرك الفيديو بتاعك انت مع اي شخصيه مشهوره زي ما انت شايف قدامك كده. تابع معايا كده الفيديو للنهايه واعلمك ازاي تقدر تعمل حساب على منصه صوره وتعمل الصور زي اللي قدامك دي كده. يلا بينا كده نبدا الفيديو. تعالوا بينا كده نشرح شرح سريع على المنصة دي. أول حاجة بتروح عندك على صورة جي بي تي أو شات جي بي تي وضغط عندك على الرابط اللي هسيبه لك في الوصف أو التعليقات. هنا بقى الموقع زي ما أنت شايف كده بيظهر تحت الديسكريبشن، وكمان تقدر تحط صورة أو فيديو تعدل عليها براحتك. زي ما أنت شايف كده دي صور وفيديوهات ممكن تحط نفسك مكانها. لما تيجي تنزل كده شوية هتلاقي في يعني ناس كتيرة جربت على كلمة اكسبلور، وعندك كمان الإيمج دي الصور اللي اتعمل بيها على منصة صورة. زي ما شايف كده دي كانت صورة كريستيانو وميسي وهم ماسكين خد شخص. برضو هنعمل نفس الشكل ده او نفس الطريقة دي موجودة عندنا في الفيديو، حتى في الفيديو ده. اما خاصية الفيديوهات اللي موجودة بالذكاء الاصطناعي برضو تقدر تعملها. هتروح عندك على التوب ومثلا هنختار صورة زي اللي قدامك دي كده، وبعد كده تنزل تحت على حاجة اسمها ايديت، اضغط عليها وهيظهر لك البرومت الخاص بالصورة. خد البرومت ده كوبي، وبعد كده بترجع تاني كده خطوة وارجع كمان على الصفحة الرئيسية وروح حطه في الديسكريبشن، تمام؟ ومن هنا بتروح عندك على علامة الزائد دي واختار صورتك انت علشان تكون مكان الشخص اللي هو بين كريستيانو وميسي. طبعا هنا بيقول لي حاول توافق على الشروط، انا حاولت لك الشروط دي باللغة العربية علشان تبدأ تقراها. ممكن توقف الفيديو وتقرأ الشروط دي، لكن انا هعمل اكسبت على طول. انا مدي الامان لشات جي بي تي، يعني هو مش قوي لكن مديله الامان يعني. دلوقتي هنروح مع بعض كده على الصورة، ترفع اي صورة ليك، تمام؟ وبعد كده تضغط عندك على علامة الريماكس اللي موجودة تحت دي، اضغط عليها ضغطة وعلى طول بتكتب اليوزر نيم بتاعك. هيطلب منك يوزر نيم، اكتب اي يوزر نيم وبعد كده اضغط عندك على كلمة كرييت، ومن هنا بتنتظر شوية لحد ما يتم تحويل الصورة بتاعتك. هتظهر فوق خالص هنا، اضغط عندك على تحويل الصورة او اضغط عندك على العلامة اللي بتلف دي، وبعد كده بيبدا يحول لك بقى الصوره. هو بيعمل لك صورتين، حتى كمان في الاختيارات اللي موجوده في الديسكربشن ممكن تعمل صوره واحده مفيش مشاكل، تعمل اربع صور مفيش مشاكل، لكن هو تقريبا بيدي لك في اليوم 10 صور حاجه زي كده، او في الاكونت حوالي 100 صوره. زي ما انت شايف كده انا اخترت افضل كواليتي، يعني ممكن ما تكونش دي كويسه، طبعا ارجع تاني من على ماي اكونت، وبعد كده بتختار الصوره بتاعتك انت. هتلاقي كريستيانو وميسي وانت في النص هنا، يعني بصراحه الصوره جامده جدا بصراحه، فانا اخدها صوره مصغره على الفيديو ده. طيب بيلي ايليش هنروح كده عليها، وبعد كده بضغط عندي على كلمه اديت وباخد نفس البرومت برضو، وبعد كده بقول له هنا كوبي، وتروح عندك تضيف الصوره بتاعتك انت. هتروح عندك على ابلودز، وبعد كده تروح عندك على الصوره وبتقول له هنا ريميكس، تضغط عليها ضغطه كده وبتنتظر حوالي دقيقتين لحد ما يتم انشاء الصوره بتاعتك انت. وبرضه مش هلاقي الكواليتي يعني في الصوره دي قد كده، لكن يعني لقيتها مناسبه جدا في الصوره الثانيه، يعني الصوره دي كويسه، فانا هحاول اخدها هنا نسخ وبقوم انا منزلها عندي على الكمبيوتر بتاعي وارفعها لمنصات التواصل الاجتماعي. بصراحه بيعمل لك برومت محترم جدا، تقدر تعمل برومتات زي ما انت شايف كده لاي صوره تعجبك، سواء كان فيديو او صوره تقدر تعملها عن طريق الذكاء الاصطناعي. كذلك برضه الفيديوز نفس الفكره بالظبط، بتاخد عندك الفيديوز مثلا اختار صوره زي دي او فيديو زي ده، بتاخد برضه نفس البرومت بتاعه وبعد كده بيتم تحويلها عن طريق الذكاء الاصطناعي. شكرا لكم، ويا ريت مساجد عن لايك وسبسكرايب للقناه، واشوفكم في حلقه جديده ودمتم بخير، مع السلامه.